قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: اشتكت النار إلى ربها قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر الصيف فذاك نفسها. اللهم إنا نعوذ بك من النار يا رب، اللهم أجرنا من عذابك عذاب جهنم يا رب. فأشد ما تجدون من حر الصيف فذاك نفسها، وأشد ما تجدون من برد الشتاء فذاك الزمهرير. فأول ما تلاقي الدنيا حر أوي 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 أوي، استعذ بالله من جهنم بجد، لأن جهنم حقيقية زي ما الحر ده حقيقي. لأن جهنم هنعدي من فوقها كلها، كلنا هنمر من فوق جهنم. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. يا رب اجعل مرورنا من فوق جهنم مر البرق. اللهم إنا نعوذ بك أن نلقى في جهنم. يا ترى وإحنا معديين من فوق جهنم هنحس بإيه؟ إذا كنا هنعدي يوم ما هنعدي على جهنم هنعدي من فوق صراط، هتبقى ورانا أهوال القيامة، والمرء يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ودعاء النبيين سلم سلم، والناس عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، والهول أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عطلت والوحوش حشرت، حالة من الرعب والفزع، حالة من إنها ليست حالة، إنها القارعة، إنها الواقعة، إنها الطامة الكبرى الصاخة. كل هذا وراء ظهرك والجنة أمامك، فكيف تمر من فوق جهنم؟ كده عرصات القيامة والدنيا، وكده الجنة. بس في الطريق قبل ما تروح الجنة لازم تعدي من فوق جهنم على صراط، وبعد الصراط قنطرة كوبري واسع الناس بتقابل بعض عليه يتحاسبوا، وناس ترجع تترمي في جهنم، وناس ترمي اللي عليها للي ظلموها وتخش الجنة. يا ترى لما نعدي من فوق جهنم هنحس بإيه؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. اللي كانوا بيتقوا ربنا سبحانه وتعالى هينجوا يوم القيامة، هينجوا يوم المرور فوق جهنم. فكل ما تلاقي نفسك عرقان ولا حران، كل ما تلاقي المروحة عطلانة ولا التكييف عطلان، افتكر ربنا بيقول لك: اتقيني، خاف مني، سيب حاجة حرام بتعملها، اعمل عبادة انت ما بتعملهاش، رجع مظالم، ادي حقوق، انت مش قد جهنم ولا قد عذاب النار. يبقى الحر ده وهو بيقول لك انا النار بيقول لك الحل برضو، وهو بيقول لك انا جهنم بيقول لك الحل ايه. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. ثم ننجي الذين اتقوا يعني الغي القسط اللي البنك، يعني الغي متابعة حسابات حرام، يعني اتصدق بالهيدفون اللي عمال تسمع بيها معاصي واغاني، يعني اتق الله. هو ده الحر يا جماعة. دي دار الخزي، عارف يعني خزي؟ الكسوف الحرج، يعني انت متعشم في واحد يسلم عليك يوم مديك بالقلم على وشك، وشك هيعمل ايه؟ ده الخزي.